السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. معكم ليلى من قناة عالم ليلى. اليوم جيت معكم بوصفة سهلة، يعني موجهة للأشخاص أو الفتيات اللي يعجزوا على وصفات زيادة الوزن. يعني باش تخدم وصفة وتبقى دايما تتبع فيها راح تعجز، لذلك جبت لكم وصفة طريقتها سهلة، راح تلقايها دايما قدامك تاكلي منها بكل بساطة، وراح تحسي أن الوزن تاعك يبدأ يزيد بسرعة. كذلك هذه الوصفة موجهة للأشخاص أو الفتيات اللي راهم يديروا في رياضة السكوات لتكبير المؤخرة. راح نقول لكم تابعوا معايا فقط الفيديو للاخير، راح نقول لكم كيفاش تاخذوها بالنسبه للبنات اللي راهم يديروا في رياضه السكوات، كذلك اللي راهم يديروا في رياضه كمال الاجسام او بناء العضله. كذلك هذه الوصفه مفيده جدا، لانها كما راكم تشوفوا في المكونات تاعها غنيه وغنيه جدا. اول مكون نحتاجه في وصفه اليوم وهو الفول السوداني ولا الكوكو، كما تعرفوا انه غني بالدهون، غني بالسعرات الحراريه، وفيه فوائد كبيره في زيادة الوزن، لازم يكون ضمن النظام الغذائي. وعندنا كوب من الحمص، الحمص غني عن التعريف، غني بالبروتينات، راكم عارفين الفوائد تاعو. ونحتاج كذلك كوب من اللوز، اذا ما كانش متوفر عندكم راح تستبدلوه بالجلجلان او السمسم، او حتى تستغنوا عليه، ما فيش مشكله في وصفه اليوم. اذا كان عندكم بالقشر تاعو استعملوه بالقشر، انا ما عنديش. وبالنسبه للحمص، حمص عادي، وكذلك الفول السوداني يكون بالقشر تاعو. بالنسبه لطريقه التحضير، يعني هذو المكونات اللي راكم تشوفوا فيهم كامل راح نحمصوهم ونملحوهم عادي حتى تحصلوا على مكسرات، راح نخلطوهم كامل ونحطوهم في وعاء ونحطوهم يعني قدامنا في المكان اللي نجد فيه ولا المكان اللي ننام فيه، ويعني ونولي ناخذ في هذه الكمية على طول اليوم. يعني مش هتحسوا لها انه كليتوا كمية كبيرة، وبالتالي راح تدخلوا سعرات حرارية كبيرة بلا ما تحسوا. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش هذه الطريقة، تقدروا تحمصوا كامل هذو المكونات، تطحنوهم وتخلطوهم مع عسل النحل الطبيعي، وتكون حصلتوا على عقدة تاكلوا ملعقتين الى 3 ملاعق كبيرة بعد كل وجبة وقبل النوم. هكذا كذلك راح تكون وصفة ممتازة. بالنسبة لما عندهمش العسل، تقدروا تستبدلوه بشوكولاتة الطلي، كما تقدروا تستعملوا هذه الخلطة في الحليب، في الحليب بالشوكولاتة، عندكم الاختيارات بالمربى. المهم هذه الكمية كامل تاخذوها في مدار اليوم. كما كنتم تشوفوا هذه الكمية راهي تبان قليلة، ولكن السعرات الحرارية اللي راهي فيها كبيرة وكبيرة جدا. كما قلت لكم بنات اللي راهم يديروا في رياضة السكوات، تقدروا تاخذوا هذه الوصفة بعد الرياضة مباشرة، وبالتالي راح يروحوا هذوك الدهون يتخزنوا في منطقة الأرداف أو المؤخرة. بالنسبة للرجال اللي يعملوا كمال الأجسام، راهم يعرفوا هذو الوصفات ويستخدموهم. بالنسبة للمبتدئين كذلك، تقدروا تاكلوها بعد الرياضة، راح تكون مفيدة جدا، فقط لازم المداومة على الوصفات، لأنه المداومة هي أساس النجاح. مشي تستعملي الوصفة يوم أو يومين تقولي أنه ما بانوش النتائج تاعها، لأنه زيادة الوزن تكون على المدى الطويل، يعني أقل شيء 3 أشهر تولي النتائج تبان في زيادة الوزن. لذلك لازم لكم الصبر والمداومة حتى توصلوا للنتائج اللي راكم حابينها باذن الله. بنات ان شاء الله هتجربوا هذه الوصفه وداوموا عليها، راهي فعاله وتفيدكم. اذا فادتكم ما تنساوش ترجعوا التعليقات تكتبونا هكذا باش يستفادوا غيركم. وان شاء الله البنات، انا وصلت نهايه فيديو اليوم، ما تنساوش اعجاب بالفيديو، كذلك ما تنساوش تشاركوه على مواقع التواصل الاجتماعي هكذا باش يستفاد الجميع. والى اللقاء في وصفات وفيديوهات جديده باذن الله تعالى. سلام.